ريتشلاند هي إحدى شركات مجموعة المونيري الرائدة في الصناعات الغذائية في مصر والشرق الأوسط، والتي تتخصص في زراعة وتعليم الفاكهة والخضروات بأنواعها باستخدام أحدث التقنيات وخطوط الإنتاج المتطورة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 30 ألف طن سنوياً. وبتعتمد ريتشلاند بشكل أساسي على مزارعها الخاصة، حيث يقوم بالإشراف على زراعتها نخبة من مهندسي الزراعة الأكفاء. بتسعى الشركة لتلبية احتياجات عملائها ودراسة احتياجات المستقبل برؤية طويلة المدى في الاهتمام بجودة حياة الناس من خلال تقديم الخيارات الصحية بزيادة القيم الغذائية في جميع منتجاتها الجاهزة للأكل، وتطوير وإنتاج منتجات غذائية محفوظة عالية الجودة بتكلفة منخفضة. المهندس معاذ سيف الدين، مدير عام شركة ريتشلاند، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. النهاردة الدولة كلها بتدعم الاستثمار الزراعي، بتدعم التصدير، أنا شايف هنا منتجات كتير، احكي لنا بقى الحكاية، بدأنا إزاي، مجموعة شركات اللي احنا بنضمها مع الشركة. ريتشلاند شركة بدأت 2022، بدأت باستراتيجي بسيطة جدا، ان احنا من التربة المصرية للرف العالمي، طورنا منتجات كتير جدا حسب الذوق العالمي بخامات وموارد مصرية. المنتجات اللي في ظهري دي كلها مأكولات جاهزة معلبة، صلاحيتها 5 سنين، بنصدرها لأمريكا وأوروبا، كلها موارد مصرية، صناعة مصرية 100%، استثمارات مصرية 100%. والشركة بدأت والحمد لله النهاردة موجودة في أكتر من سوق عالمي، وفي خطط توسعية كبيرة، وكان بيزورنا الأسبوع اللي فات دورة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الإسكان، والحمد لله يعني أبدوا انبهارهم بالمنتجات اللي احنا مقدمينها، وخصصوا لنا 20,000 متر للتوسعات للشركة الحمد لله. احنا بقى الخامة اللي بننتج منها بنجيبها منين؟ كلها من مزارعنا، احنا اللي بنزرع، زي ما قلت لحضرتك احنا السلوجن بتاعنا من التربة المصرية للرف العالمي، فبالتالي احنا اللي بنزرع واحنا اللي بنحصد واحنا اللي بنعمل العمليات الصناعية كلها، واحنا اللي بنطور الخلطات، واحنا اللي بنبيع بشكل مباشر، ودي العلامة التجارية بتاعتنا اسمها جورلي، قريب هتنزل السوق المحلي ان شاء الله. احنا بنصدر بالعلامة بتاعتنا في الأسواق الخارجية بره. احنا بنصدر طبعا، احنا موجودين في فرنسا بالعلامة بتاعتنا، موجودين في الأردن بالعلامة بتاعتنا، موجودين في الإمارات بالعلامة بتاعتنا، في عدد من الدول موجودين فيهم فعليا، وفي عدد آخر يعني هيظهر قريب إن شاء الله. احنا مصنعنا فينا بشمهندس في مدينة السرات. عندنا بقى كم خط إنتاج بقى؟ عندنا 4 خطوط إنتاج، بدأنا بخط إنتاج والحمد لله فترة قصيرة جدا وصلنا ل4 خطوط إنتاج. انت دلوقتي شايف سوق التصدير ازاي مع دعم الدوله بالكامل للمستثمرين علشان نزود الحصيله الدولاريه بتاعتنا؟ فرص مصر كبيره جدا جدا جدا، لان في تغيرات مناخيه ادت ان بعض المحاصيل ما عادتش موجوده في اماكن كتير في العالم، موجوده عندنا، ناقصنا بعض الدعم الخاص بتطوير العنصر البشري، انه يبقى ملتزم بمعايير الجوده اثناء التشغيل واثناء العمليه التصنيعيه والعمليه الزراعيه، بعض الافكار الابداعيه اللي تخليك تنتج منتج مش موجود او لسه، يعني احنا اول شركه في العالم بتعمل حرنكش معلب على سبيل المثال. شايف منتجات هنا احنا يعني منتجات احنا يعني احنا متنوعه كده احنا بنعمل وغير تقليديه الحمد لله. زي ما بقول لك، لو ربطت بين الموارد وآلية التشغيل وتطوير آلية التنفيذ مع الافكار الابداعيه اللي مبنيه على احتياجات السوق العالمي، انت خلاص انت كمصر هتبقى في بوزيشن مختلف تماما في العمليه التصديريه، بل بالعكس انت ممكن مشكله الدولار اللي احنا بنتكلم عليها دي يبقى عندنا فائض لو الآلية دي هي اللي تم اتباعها في كثير من الصناعات، يعني التركيز على الجودة، التركيز على جودة المنتج، جودة خدمة العميل، هيأدي الأفكار تانية كتير جدا إن شاء الله. احنا عندنا كام منتج بقى لو هنقول بقى يعني؟ لا لا، احنا شركة فيها ما في يعني نقدر نقول كل اللي بيطلع من التربة المصرية احنا بنعبيه في عبوات فواكه، بنعبي خضروات، بنعبي
بقوليات، زيتون بأنواعه، مخللات بأنواعها، مأكولات جاهزة تقريبا. يعني احنا زي ما بقولك كل اللي موجود في مصر عرفنا بفضل الله نعمل له منتج يناسب الذوق العالمي، وهذا ما تم يعني ايه ادى لنمو الحمد لله. احنا في نوع تين احنا اللي بنزرعه واحنا اللي بنعلبه اسمه كادوتا فيكس، غير التين المصري، تين لونه ابيض والحمد لله يعني احنا لسه التين ده العالم متعود ياخده من البرازيل، احنا زرعناه في مصر وعملنا المنتج والحمد لله بنشحنه بشكل كويس. العبوات بقى الجميله دي احنا بنصنعها ولا بنستوردها بقى؟ العبوات المكون بتاع العبوة ده صفيح، العالم كله بيستورده، له مصادر معينة في العالم، مكانين أو ثلاثة سواء ألمانيا شرق آسيا، إنما العملية التصنيعية للعبوة بتتم هنا في مصر. تصنيعية للعبوة من الخامة المستوردة بتتم في مصر، طبعا شركات شقيقة بنتعامل معاها والحمد لله قدرنا نطور الجودة اللي حضرتك شايفها دي. خطتنا اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لشركه ريتش، خطتنا ان احنا نشارك نجاحنا مع كل اللي محتاج دعم مننا، نقدر نقول له والله الامور بتمشي 1 2 3 ازاي، لان حلمنا ان احنا نفيد ونبقى مفيدين للمجتمع. احنا بنفرح بكل حد بنعينه، بنفرح جدا جدا جدا. احنا بفضل الله شهريا بنعين من 30 ل 40، عندنا 30 ل 40 وظيفه شهريا جديده. فالطموح ان اللي حضرتك شايفه ده البراند ده يبقى موجود في كل رفوف في العالم. تمام. ما نصنعش لحد، نصنع باسمنا يعني.